أهلا بكم. وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بحميتي إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين، ويلتقي الفريق السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات العامة عباس كامل لمناقشة عدد من الملفات، منها أزمة سد النهضة الأثيوبي وملفات أمنية واقتصادية. وللمزيد ينضم إلينا من الدوحة الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور عصام. أهلا وسهلا. أهلا بك. ما أهمية هذه الزيارة؟ كيف تنظر لها؟ وأيضا كيف تنظر إلى دلالة توقيتها الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية حضرتك وتحية لكل المشاهدين. كما ذكرت الزيارة شديدة الأهمية، لأنها ليست الزيارة الأولى لحمدتي إلى القاهرة. سبق حمدتي وزار القاهرة في يوليو 2019 في وقت كانت السودان تشهد مذابح كبيرة في منطقة الأبيض، أحد أهم المدن السودانية. الآن زيارة حمدتي تأتي في أعقاب محاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء السوداني، تأتي في أعقاب موقف السودان من بيان الخاص الذي صدر عن جماعة الدول العربية وتحفظت فيه السودان فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، تأتي في أعقاب زيارة وفد إثيوبي رفيع المستوى، وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى إلى السودان، والحديث المستمر عن دور إثيوبي في إعادة هيكلة بنية المؤسسة العسكرية السودانية. وبالتالي نحن أمام ثلاثة ملفات شديدة الأهمية فرضت هذه الزيارة، سواء محاولة اغتيال رئيس الوزراء، والتي تلاها مباشرة في نفس اليوم زيارة عباس مدير مكتب عبد الفتاح السيسي ورئيس مخابراته إلى السودان مباشرة، ثم زيارة الوفد العسكري، ثم الموقف السوداني من ملف سد النهضة. طيب، ماذا يمكن أن يقدم الآن حميدتي في ملف سد النهضة الإثيوبي؟ الإطار، أنا من وجهة نظري الإطار أوسع بكثير فيما يتعلق بحمدتي. حمدتي هو النسخة الثالثة من عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية، في دول ما بعد تحولات الربيع العربي. عبد الفتاح السيسي كان النسخة الأولى، حفتر هو النسخة الثانية، حمدتي هو النسخة الثالثة، ومع عبد الفتاح برهان إلا النسخة الثانية من عدلي منصور في مصر. وبالتالي هناك تشابه كبير في طبيعة وصول الرجلين إلى النظام السياسي في دولتيهما بعد تحولات سياسية كبيرة شهدتها الدولتين كانت تبشر بتحول ديمقراطي كبير. وبالتالي هناك عدد كبير من الملفات، احد اهم هذه الملفات ملف سد النهضه كما ذكرت حضرتك وذكر في البدايه. ولكن من وجهه نظري السودان لن تقدم شيئا في ملف سد النهضه، لا من قريب ولا من بعيد، لان السودان على الاقل معظم التصريحات الرسميه الصادره عن السودان تقول انها مستفيده بنسبه لا تقل عن 90% من مشروع سد النهضه على مختلف الجوانب، سواء فيما يتعلق بانه ينقذ السودان من اثار سلبيه شديده فيما يتعلق بموضوع الطمي الذي كان يضرب بالبنية التحتية ويؤثر على الزراعة في السودان، أيضا أنها لن تتأثر كثيرا فيما يتعلق بالمياه، لأن السودان لديها مخزون جيد من هذه المياه ولم تكن تستخدم بالأساس حصتها من هذا الملف. ثالثا أن هذا أن مشروع سد النهضة من شأنه أن يعمر المنطقة المحيطة به، ومن شأنه أن يساهم في ازدهار أو في زراعة عشرات الآلاف إن لم يكن ملايين الأفدنة في المنطقة المحيطة. وبالتالي السودان ليس متضررا من هذا الملف. الأمر الآخر، السودان يعاني من أزمات سياسية حقيقية وعدم استقرار حقيقي، سواء في بعد انفصال جنوبه هناك أزمات ما زالت قائمة في دارفور، هناك امتداد كبير للقبائل ما بين السودان والجنوب وجنوبه وإثيوبيا، وإثيوبيا دور فاعل. وبالتالي لن يدخل السودان في مغامرة أن يكون طرفا ضد إثيوبيا ومصالحها وملفاتها في هذا الملف تحديدا. ولكن يمكن رهان عبد الفتاح السيسي على حمدتي ليس من وجهة نظري ليس في ملف سد النهضة، ولكن رهانه على حمدتي في ثلاثة ملفات يغلب كلها أمنية وبامتياز. الملف الأول هو تبادل المعلومات حول المعارضين السياسيين في الدولتين. لا ننسى أن حمدتي أثناء زيارته للقاهرة اليوم التقى بالمرغني رئيس الحزب الاتحاد السوداني، وهو أحد أهم المعارضين الذين يتخذون من القاهرة مقرا لهم. وهناك حملة شديدة شنها حمدتي ورجاله
وفئات وعناصر قواته على كل المعارضين، ومن بينهم المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي الذين فروا في أعقاب انقلاب 2013. وكان أحدث المشاهد الملاحقة هي عملية سحب الجوازات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في السودان لكل من منحوا، لعدد كبير من منحوا هذه الجوازات السودانية في أعقاب انقلاب 2013، سواء من المصريين أو الفلسطينيين أو حتى الجاليات السورية التي استقرت في السودان. الملف الثالث والأخطر من وجهة نظري هو العلاقة ما بين حمدتي والسيسي وحفتر. حمدتي هو أحد أهم داعمي خليفة حفتر في شرق ليبيا، سواء من خلال القوات، سواء من خلال الميليشيات، سواء من خلال المرتزقة الذين يضخهم بشكل شبه دائم من قبائل الجنجاويد في غرب السودان إلى شرق ليبيا. وبالتالي هناك حرص كبير على أن يكون هناك دعم مستمر لوجستي ومعلوماتي وبشري من جانب حمدتي في ملف ليبيا. وبالتالي هناك ملف ليبيا، ملف المعارضة السياسية، ملف التبادل المعلوماتي والأمني، ملف ضبط الحدود بين الدولتين. ولا أعتقد أن حمدتي يمكن أن يكون له دور مباشر فيما يتعلق بملف سد النهضة. طيب لماذا تستبعد أن يكون لحمدتي يعني دور في ملف سد النهضة؟ ويعني لماذا أيضا تعتبر أن السودان يعني كلهم على مستوى رأي واحد فيما يخص هذا الملف؟ يعني ألا نتوقع أن يكون ربما للسيد حمدتي رأي آخر ربما، أو تأثير من نوع آخر بالنظر إلى ما تفضلت به وقلت بأن السيسي داعم رئيسي لحمدتي، وهناك ربما استفادة متبادلة أو منفعة متبادلة من النوع الذي أشرت إليه؟ لأن الملف سد النهضة تجاوز الطرفين، تجاوز كل من القدرات الطرف المصري أو تجاوز قدرات كل من الطرف السوداني. وبالتالي الحديث هنا إذا كنا نتحدث عن رهان السيسي على حمدتي في ملف سد النهضة، فبين قوسين يمكن أن يتجه الحديث نحو الرهان على خيار عسكري أو عمل أمني يمكن أن يشارك فيه حمدتي. وأنا يعني بواقعية شديدة أستبعد إلى حد كبير مثل هذا الخيار في ملف سد النهضة، لأنه يمكن أن يجر الكثير من الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة ويهدد بأمن وسلامة واستقرار السودان. وكما أشرت في البداية هناك مجموعة من المصالح الحقيقية التي تكتسبها السودان من هذا الملف، ولا أعتقد السودان يمكن أن تدفع أن معظم التصريحات السودانية ستسير في اتجاه محاولة جذب كل من الطرفين الإثيوبي والمصري إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. الأمر الآن ليس في إطار أن الدولتين يمكنهما وقف المشروع، ولكن كل ما يمكن أن تقوم به السودان أن تكون وسيطا فقط بين إثيوبيا ومصر في حل بعض النقاط الفنية العالقة أو التنظيمية أو الإدارية فيما يتعلق بالمشروع، وليس فيما يتعلق بوقف المشروع، أو ليس بما يتعلق بدور أمني أو حتى مخابراتي أو حتى عسكري فيما يتعلق باستهداف السد. لإشكالية شديدة الأهمية والوضوح أن الطرفين إذا كنا نتحدث عن حمدتي أو نتحدث عن السيسي هما في النهاية ينفذان بعض الأدوار الوظيفية ولا يخرجان كثيرا من عباءة الدور الإماراتي في المنطقة. والإمارات ترتبط بمصالح استراتيجية كبيرة فيما يتعلق أيضا بإثيوبيا، سواء من حيث التمدد الاستراتيجي أو العلاقات الاقتصادية الكبيرة بينها وبين النظام الحكومة الإثيوبية الرهن. وبالتالي لابد أن ينظر للصورة الكلية في إطار الفواعل الإقليمية المؤثرة في المشهد، سواء فيما يتعلق بسد النهضة أو فيما يتعلق بدعم حمدتي في السودان أو فيما يتعلق بدعم السيسي في مصر. ففي إطار هذه الرؤية الكلية يمكن أن نرسم حدود الدور الذي يمكن أن يقوم به النظام في السودان أو النظام في مصر، حتى فيما يتعلق بأحد أهم مهددات الأمن القومي للدولة المصرية. طيب يعني ماذا عن بقية الأطراف السودانية إذا كان هذا التحرك ربما من جانب حميدتي باتجاه تبادل منفع ربما أو تبادل معلومات كما ذكرت بين الرئيس السيسي والسيد حمدتي؟ بالتالي ماذا عن بقية الأطراف السودانية؟ هل ترى أن الطريق معبد أمام هذا الرجل لاستمرار هذا الجسر المعلومات المتبادل بين الطرفين؟ أعتقد ذلك، لأن الأطراف السودانية للأسف الشديد معظمها يتسم بهشاشة كبيرة وفجوة كبيرة في إدارة معظم الملفات، حتى في إدارة الحراك الشعبي الذي قاده الشعب السوداني خلال العام الماضي.
عندما نتحدث الآن هناك على الأقل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، والذي يستمر لمدة 39 شهرا، مر منها حتى الآن ما يقرب من 8 أو 9 أشهر، ولكن في النهاية المؤشرات تشير إلى هيمنة هذا المكون وحميدتي ورجاله وقوات الانتشار السريع على مفاصل الدولة في السودان، سواء من خلال القرارات التي يتم اتخاذها أو الإجراءات العملية على الأرض أو الفوارق الضخمة بشكل كبير جدا بين قوات الانتشار السريع وباقي مكونات الجيش السوداني، من حيث التسليح والتدريب والصيانة والتأهيل، ومن حيث الملايين من الدولارات التي تضخ في إعداد هذا المكون من القوى العسكرية السودانية. وبالتالي هذا في حد ذاته يشكل فارقا كبيرا في إدارة المرحلة الانتقالية في الدولة السودانية. الحديث عن أطراف أخرى، هناك التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، والتي كشفت التحولات السياسية عن مدى الهشاشة الكبيرة التي تعاني منها في الداخل الصومالي، سواء فيما يتعلق بإدارة المؤسسات أو في إدارة الكيانات أو حتى في إدارة عملية الحراك أو في إدارة المواجهة مع التحولات السياسية التي شهدتها، بدليل هذا العجز الكبير في التعامل مع هذا الحراك. هذا جانب، وهذا كانت الكتلة الصلبة التي يراهن عليها الكثيرون سواء داخل السودان أو خارجها. فعندما يظهر عجز أو فشل هذه الكتلة الصلبة في مواجهة هذا الحراك، أعتقد أن باقي الأطراف لا تمتلك من الخبرة ومن الإمكانية، حتى التيارات السياسية ذات المرجعية الشيوعية أو اليسار أو غيرهم أو حتى ما أفرزته قوى المجتمع المدني من حراك، لا أعتقد أنها تمتلك من المؤسسية ومن الإمكانيات المادية والبشرية ما تستطيع به مواجهة آلة عسكرية ضخمة تم إعدادها وتقف خلفها فواعل إقليمية كبيرة، وخاصة أن هناك رغبة دولية في تحسين صورة هذا النظام وتقديم عدد من المزايا الاقتصادية، آخرها رفع السودان من قائمة العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الدعم لشرعية هذا النظام سواء في الخارج أو في الداخل. ماذا عن يعني الملفات الاقتصادية التي قيل أيضا أنها تبحث خلال هذه الزيارة؟ ما الذي يمكن أن تستفيده مصر اقتصاديا من زيارة حميدتي إلى مصر؟ ألو؟ نعم تفضل. ألو؟ تسمعني دكتور عصام؟ نعم، هو الحديث، نعم أسمعك. الحديث كان للأسف الشديد منذ السبعينيات القرن العشرين، وهناك حديث متصاعد ومستمر ولكن دون جدوى عن عملية التكامل الاقتصادي المصري السوداني، طرحه الرئيس السابق الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تحدث عنه الرئيس مبارك، ثم كان هناك أيضا حديث عنه في فترة الدكتور محمد مرسي، ولكن للأسف الشديد الحديث عن مشروعات التكامل يشوبه الكثير من القلق القصير، الكثير من التوتر، الكثير من حالة عدم الاستقرار، تبقى مشروعات على ورق للأسف الشديد. هناك حديث عن البنية، عن الربط الكهربائي بين الدولتين، هناك حديث عن البنية التحتية فيما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات والطرق البرية بين الدولتين، هناك حديث عن جسور ممتدة من الطرق والنقل بين الدولتين، هناك حديث عن نقل ملايين من الفلاحين أو العمال الزراعيين من مصر للاستثمار أو للعمل في الأراضي الزراعية الشاسعة التي تزخر بها وتنعم بها السودان، ولكن للأسف كل هذه الأمور تبقى قيد الورق فقط، لأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية داخل النظامين أو بين النظم السياسية المتعاقبة على تنفيذ مثل هذا الأمر، وخاصة أن الدولتين يعانيان حاليا من حالة عدم استقرار سياسي، وتفرض الطبيعة الأمنية كل مقومات السيطرة على تفكير النظم السياسية أو القائمين على إدارة النظام في الدولتين. هناك إشكالية أخرى، وهي إشكالية حلايب وشلاتين، والتي دائما ما يتم إثارتها، وبالتالي تشكل حجر عثرة كبير في حالة العلاقة بين الدولتين أو في إثارة قضايا التفاعل بين الدولتين. وبالتالي هناك إشكاليات حقيقية تعوق بالفعل عملية التعاون الاقتصادي، وإن كانت في كثير من الحالات السوداني تعتبر عمقا استراتيجيا حقيقيا لمصر، مصر تشكل عمقا استراتيجيا حقيقيا للسودان، ولكن للأسف الشديد تنقص هذه الرغبة الإرادة السياسية الحقيقية والجادة من النظم السياسية المتعاقبة في الدولتين. أشكرك دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.